خلينا ناخد مع حضراتكم دكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة. مساء الخير يا دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير على حضرتك وعلى أهلنا في محافظات مصر كلها، وألف مبروك الافتتاح اليوم لمسار العائلة المقدسة بأديرة وادي النطرون بالبحيرة، وده بيأتي تتويج للافتتاحات المتتالية السابقة لنقاط المسار في كل من ثمنود بمحافظة الغربية وتل بسطة في الشرقية وكنيسة العذراء بسخا في محافظة كفر الشيخ، وتتولى إن شاء الله في الأيام والأسابيع القادمة افتتاح باقي نقاط المسار. يعني وده زي ما أكد مع الوزير اللي هو شعراء وزير التنمية المحلية، لنعلن للعالم أجمع جاهزيتنا لاستقبال وفود الحجاج والسياح من كافة بقاع الأرض للتبرك بهذه الأماكن المقدسة. وخليني أقول لحضرتك أنه ما تم بذله من أعمال تطوير للخمسة وعشرين نقطة ده دليل يعني عمل الدولة المصرية على قدم وساق لإنجاز هذا العمل الهام. يجي النهاردة تطوير منطقة وادي النطرون. خليني أسأل حضرتك فعلا بالشكل يمكن أدق شوية عن منطقة وادي النطرون، وإيه التطوير اللي حصل فيها، وقول لي هل ممكن يكون في تابع لتطوير المكان نفسه أو النقاط نفسها أماكن لإقامة السياح في بعد القدوم إن شاء الله، إيه اللي تم بالضبط يا دكتور؟ بالضبط يا فندم، يعني خلينا نقول مثلا على سبيل المثال، النهاردة قامت محافظة البحيرة بأعمال رصف لخدمة مسار العائلة المقدسة. ده أعمال الرصف دي بطول 24 كيلو متر بتكلفة حوالي 44 مليون جنيه، زي طريق دير الأنبا بشوي ودير السوريان بطول 1.5 كيلو، وطريق منتجع بيت الوادي بطول كيلو و200 متر، ورصف وتوسيع وازدواج، وعمل فاصل خرساني بمنتصف الطريق بطول موست، وده قيمته بحوالي 19 مليون جنيه. رصف باقي المسار بحوالي بطول 15 كيلو و300 متر بقيمه 19.4 مليون جنيه، ده بالاضافه الى اعمال اناره الطريق الدائري بطول 24 كيلو متر، وتم تركيب 9 محولات جهد متوسط، وده لاستيعاب الاحمال الجديده للاناره. كذلك تم يعني تركيب حوالي 1081 كشاف 100 واط، وكذلك الامر تم زراعه 462 عمود مزدوج و157 عمود بلفه، وده نوع ثاني من انواع الاعمده لتكثيف الاضاءه، وتركيب لوحات ارشاديه عند نقاط الدوران والتقاطعات على الطرق المؤديه للاديره والبوابات عند مدخل كل دير. كذلك الامر تمهيد الطرق المؤديه للنقاط. بالظبط يا فندم، زراعه النخيل وعلى طول الطريق، وده يعني دليل على اننا كجهات مسؤوله ممثله للوزارات المعنيه، يعني وزاره التنميه المحليه وزاره السياحه والمحافظات المختلفه، يعني تم الاخذ على عاتق الجميع الانتهاء من هذا المشروع الهام. وده زي ما اكد معالي الوزير صباح اليوم ان ده دليل على احترام مصر لتاريخها. حقيقي الكلمه كانت مؤثره جدا. بالظبط يا فندم، ويعني بحيث انها دايما تكون في ابهى صورها ونموذج للتعايش مع التاريخ والثقافه والحضاره والديانات والمبادئ النبيله. اسمح لي أنا أتوقف مع حضرتك، أنا طبعا يهمني جدا نقاط أن الطريق يكون ممهد، وده شيء تقريبا بيشيل نص المشاكل بالنسبة للسائح المصري يعني اللي بيجي مصر. أما عن الأماكن الإقامة، تقديم خدمات، ولا ده هيبقى خاص بوزارة السياحة أكتر، ولا كله تحت إشراف وزارة التنمية المحلية؟ كل وفندم تحت إشراف اللجنة القومية لإدارة هذا الحدث الهام. طب لأنه الخطة طبعاً هل في أماكن بقى للإقامة؟ هل في تقديم خدمات؟ طبعاً أماكن للخدمات، كمان مظلات، أماكن للبلوس، تجهيز ساحات دير الأنب بشوي والسريان، أعمال رفع كفاءة البنية السياحية تضمنت المساهمة في أعمال ترميم دير الأنب بشوي، الانتهاء من تصميم مخطط لنقاط الخدمات السياحية كاملة حوالي ثلاث نقاط اللي هتخصص لمساهمة المجتمع المحلي، الشباب والمرأة وغيرها، لعرض المنتجات التراثية والحرفية بتاعتهم، وبالتالي ده بيخدم على الحجاج اللي جايين. كذلك الامر يعني المشغولات، كذلك الامر كمان هيبقى في منصه ايادي مصر كمان للسياح اللي عايزين
يشتروا المنتجات التراثيه والحرفيه اللي موجوده في النقاط دي، يستطيعوا ان هم يجيبوها حتى على سبيل كمان التبرك. فذلك الامر تم اعداد مخطط سياحي متكامل لنبع الحمراء لاستغلالها في اغراض السياحه البيئيه والعلاجيه والروحانيه، وصفها نقاط من نقاط المسار ومجاوره للأديرة. طبعا انا تحياتي على كل هذا التكامل الممتاز اللي مش هيخلي السائح محتاج لاي حاجه. وصلنا لكل التعامل، حتى وجود التراث، حاجات تراثيه تباع وحاجات للتبرك كمان، لكن كل ده يخلي فيه عناصر بشريه موجوده بالفعل في هذه النقاط، وده طبيعي طول الوقت هتلاقي ناس موجودين. هل تم تطوير هنا بقى البائع او المواطن اللي هيكون موجود وهيتعامل مع السياح دي، بحيث ما يبقاش هو نقطه طارده للسياحه بل نقطه جاذبه، لان العنصر البشري هو من اهم الجاذب السياحي الموجود اللي يكون موجود في الموضوع ده؟ هل في تطوير؟ هل في تعامل؟ هل في تدريب للاشخاص ازاي يتعاملوا مع السائحين؟ بالظبط يا فندم، وده اللي اكدته النهارده لينا في مقر قصر ثقافه وادي النطرون في مستهل الزيارة القائمين على العمل ده، وده اللي تم عرضه اليوم، بحيث النهاردة لما يكون في سياح قادمين يبقى بيتعامل معهم ناس مدربة وناس مؤهلة، حتى البائعين كمان اللي هم أبناء المنطقة بيتم تأهيلهم علشان يكونوا على قدر الضيوف القادمين. كذلك الأمر فيما يتعلق بالمنتجات، تم عرض النهاردة معرض للتراث القبطي والمنتجات التراثية بالمحافظة بقصر ثقافة وادي النطرون، وبيضم كمان ده منتجات لمدارس التعليم الفني اللي موجودة في المنطقة. كذلك الأمر منتجات السجاد اليدوي برشيد، بالإضافة إلى طبعا جناح خاص بمنتجات أديرة وادي النطرون. كل هذا وذاك هيكون في استقبال وفي خدمة السائح، وبالتالي القائمين على حتى العارضين كانوا موجودين النهاردة في استقبال السادة الوزراء، وتم النقاش معهم بحيث النهاردة يكون واجهة مشرفة للأهالي المنطقة وأهالي كمان النقاط المختلفة، وده مش هنا بس في البحيرة ولكن على مستوى الـ 25 نقطة إن شاء الله. بشكر حضرتك جدا وكل الشكر دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية المتحدث الرسمي باسم الوزارة. هام جدا مشروع مسار العائلة المقدسة، لكن الهام أكتر أن يكون في المحافظات دي، وكلها محافظات جانبية ومنها أيضا محافظات رئيسية، أن يكون في فكرة وثقافة التعامل مع السائح الموجود. لأن احنا بنشوف في أماكن أصلا سياحية بقالها عشرات السنين في مصر، مثلا زي منطقة الأهرامات، زي مناطق كتير بيتواجد فيها سياح بشكل منتظم من سنين كتيرة جدا، لكن ما زال في مضايقات، في استخفاف، في استغلال بيحصل. فاللي احنا طالبينه أن يبقى في تدريب، في رقابة، في عناية، لأن ده ممكن يبقى جاذب جدا، ممكن يبقى للأسف يعني شيء مؤذي جدا لهذه النقاط الهامة جدا اللي ممكن تكون مصدر دخل كبير للمصريين، واحنا نستاهل. وهذه وفكره انه وجود العائله المقدسه في مصر ان شاء الله يوم 1/6 هو ذكرى دخول العائله المقدسه في مصر، ده تاريخ هام جدا العالم كله بيحتفي بيه، العالم كله ممكن يكون في اليوم ده داخل مصر بيزور هذه النقاط الهامه. فخلينا احنا كمان نهتم بهذه النقاط الهامه من خلال اهتمامنا بالسياح اللي ممكن يجوا ان شاء الله بعد ما تخلص خالص.